للحديث عن تفاصيل هذه الحملة الإنسانية ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين دكتور أحمد الخطيب. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. ما تفاصيل الحملة الأخيرة للقسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين بالتعاون مع منظمة أم القرى لتوزيع السلات الغذائية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم والمشاهدين قناة الرافدين. أختي الكريمة، ضمن نشاطات القسم الإغاثي لهيئة علماء المسلمين في الموسم الرمضاني لهذا العام، وكذلك إيمانا من الهيئة برفع المعاناة عن أهلنا النازحين في المخيمات والعائلات المتعففة التي دمرت قراهم ودورهم جراء العمليات العسكرية، والذين يكابدون الحياة ويعيشون على أطلال بقايا مدينة بجانبيها الأيمن والأيسر. في الحقيقة كانت هناك حملتين في يوم واحد. الحملة الأولى هي توزيع 500 سلة غذائية من المواد الضرورية للعائلة في شهر رمضان المبارك. وزعت هذه السلال على العائلات المتعففة في مدينة الموصل في الجانب الأيمن والأيسر. وفي نفس اليوم كانت الحملة الثانية، حيث تم توزيع 500 سلة غذائية وبالتعاون مع منظمة أم القرى الإغاثة الإنسانية على العائلات النازحة في مدينة أربيل. وهذه العوائل تعاني منذ 4 سنوات صعوبة العيش لعدم تمكنهم من إيجاد فرص عمل يستطيعون من خلالها توفير لقمة العيش. في هذه الحملتين حقيقة تم اعتماد هذه المبادرة في إيصال السلات الغذائية إلى المنازل للتخفيف عن كاهل العائلات في تحمل أجرة نقل هذه السلات الغذائية. في هذه النقطة تحديدا والحديث عن هذه المبادرة في إيصال المساعدات إلى أبواب منازل الأهالي، ما مدى أهمية هذه الخطوة من الناحيتين الإنسانية والاجتماعية أيضا؟ يعني كما تعلمون معظم المنظمات الإغاثية توزع السلات الغذائية أو المساعدات الإنسانية في ساحات عامة تأتي العوائل لتسلمها، لكن احنا حقيقة يعني لرفع المعاناة عن أهلنا في تحمل أجرة نقل السلات من مراكز التسليم العامة إلى منازلهم، وكذلك كما تعلمون نحن في فصل الصيف والعائلات يعني معظمهم صائمين في شهر رمضان، فحتى نخفف عن معاناتهم بالوقوف والانتظار تحت حرارة الشمس وهم صيام. هذه المبادرة يعني ثمنتها هذه العائلات الكريمة، وأبدو شكرهم وامتنانهم لهيئة علماء المسلمين والمنظمة أم القرى. بالحقيقة احنا ليست هذه الحملة الأولى ولا الأخيرة، كانت لنا حملات عدة في شهر رمضان المبارك ونحن في العشر الأولى من هذا الشهر الكريم. كانت لنا حملة في توزيع 750 سلة غذائية في مخيم الوند في خانقيل، وتوزيع المنح المالية على 800 أرملة وعائلة متعففة في مخيم عامرية الفلوجة، وتوزيع 1050 سلة غذائية في مخيم حسن شام. وإن شاء الله القسم الإغاثي مستمر في تقديم المساعدات الإنسانية، وبعون من الله وخلال يومين القادمين إن شاء الله عندنا حملتين كبيرتين في مخيم الحبانية التابع لمحافظة الأنبار، إن شاء الله نوزع سلات غذائية حوالي 1400، وأيضا لنا حملة أخرى في مخيم بحركة التابع لمحافظة الموصل. شكرا جزيلا لكم دكتور أحمد الخطيب مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر الهاتف من أربيل.